بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أحد الأخوان طرح فكرة طريقة توصيل ملف الألمنيوم. الطريقة نشرها بالجروب مال علم للجميع، فإحنا نريد نعمم هاي الفكرة على جميع الناس، لأن تعرف عندنا متابعين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، فحتى يشوفون هاي الفكرة ويجربوها. طريقة حلوة وناجحة. الطريقة هي كالآتي: هذين الوايرات مال السحب مال المولدة عندنا إحنا، واي واير بخيوط شعرية، هاي الطريقة مالتهم تشوفون هاي بداخلها. نجي نطلع الخيوط هاي النحاسية، نبرمها نص الكمية كافية، يعني مو شرط يكون ثخين، زين. نجي نبرمها الشكل حتى تصير قوية، بالقاشطة نقشط هذه المسافة المناية والمناية، زين. يعني هاي نفس الشيء بالنسبة للبداية والنهاية مالت المخاد اللي موجودة بالمروحة، زين. نجي هسه الطريقة شنية، نجي نعبر السيم هذا. السيم لا تحاول تسوي ثخين، هذا السيم نحاس تقدر تلحم عليه، حكيناه منها حتى يصير توصيل. نجي هسه نبترها هالشكل، زين عيني. نجي نوصل الواير مالتنا اللي يريد اللحمة عن طريق الكاوية. نجي نلحم هنا، راح يلحم هسه. نجيب الواير مالتنا، هذا الواير نفرض شوي، نحطها سولدر ونلحمه بهذا المكان. هسه عندنا توصل عندنا هذا الواير، نقص الواير الزايد ماكو داعي، زين. نجي على الواير الثاني نفس الحاله، ايضا نقشط منه ومنه، نوصل هذا السيم مالتنا، الصورة نبرمه نقص الزايد، نجيب السولدر نلحم مكان العقدة حتى ما يفتح عندنا، ما يرتخي، لأن هذا النحاس قابل للرخاوة. هاي الطريقة صحيحة 100%. راح نجي نلحم التوصيله ونقيسها، نشوف التأشير ماله يأشر لو لا. نجي نلحم هنا، هسه لحمنا. نجي نجيب الافاميتر مالتنا ونشوف التوصيل مالته يقرا لو لا، او يقرا جسم لو لا. خلي على تدريج الجرس، شوفه يشتغل، دا يشتغل. هسه نأشر بين هذا الطرف وهذا الطرف، لاحظ 285، هذا الرننج، ويا الجسم ماكو. للقوة والزيادة حتى ما يصير عندنا أي رخاوة، نجيب هاي الرباطات الاثنين، نعبر هالشكل حتى ما يصير عندنا أي رخاوة بالموضوع. قصة زايد، طبعا هاي العملية تصير على الرنينج وعلى الستارت، حتى شنو تطلع اربع وايرات وبعدين تقلب بهن بالخارج. عدمكم الدورة باحس، هذا مطلع هناني ماكو داعي اكمل الفيديو، طلعت هاي الرنينج وطلع الستارت، طلع اربع وايرات برا. فحبينا نوضح لكم هاي الفكرة، والفكرة ناجحة 100%، ونشكر الاخ اللي نشر هاي الفكرة.